يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بمن يصور تلك الصور التي فعلتها تلك الصحيفة الدنماركية ويوزعها على الناس بدعوى الاطلاع على هذا الأمر المنكر للإنكار فيه؟ أحياناً يكون إنكار المنكر هو المنكر نفسه، هذا لا يجوز ترويج هذه الصور، لا يجوز ترويجها، ويجب أن تتلف وأن يقضى عليها ولا تروج أبداً. نعم.